اهلا وسهلا بكم من جديد. بتعرفون احنا ناقشنا موضوع المشكله السعوديه المصريه يوم السبت الماضي. وانا كان حظي سيء امس ما شفت الحلقه على الهواء اللي عملها الاستاذ داود في الثامنه مع في الام بي سي، لانه تعرفون نفس الوقت حنا وهم في نفس الوقت، ما شفت الحلقه الا في جزء منها عن طريق اليوتيوب. في مقطع الحقيقه لفتني لما تحدث الأستاذ داود عن وصفهم، هو هذا وصف الأستاذ داود وحر فيه، جماعة سنبة. تحدث عن إعلاميين مصريين حاولوا نستفيدوا من هذه المشكلة اللي صايرة، ووصفهم بوصف شفته وشاهدته. أنا ليش قاعد أقول هذا الكلام؟ تعليق السفير السعودي الأستاذ القطان لما تحدث وقال أنا أتحفظ عن الأوصاف اللي ذكرت بحق هؤلاء الإعلاميين. الحقيقة يعني موقف يعني نبيل ومحترم ونقدره للسفير، ولكن أحيانا يعني الطيبة زيادة على اللزوم ما لها داعي. وأحيانا الطيبة اللي تكون أدلتها واضحة على أنك أنت ممكن تغضب أو تزعل، يعني أوقات لما أنت تكون طيب معناته أنت تسيء للإعلامي بلدك. بمعنى اليوم أنت لما نتكلم، لما في أحد يهاجم المملكة العربية السعودية بدون دليل، وبالتالي يكون في ردة فعل إعلامية سعودية تتحدث عن زيف هؤلاء، أنا لا أعلم على أي أساس يتحفظ السفير على أوصافه ويرفضها جملة وتفصيل. يمكن قلت يمكن يعني بعض الإعلاميين، لكن الحقيقة أنا أرسل لي مقطع لشخص إعلامي مصري يعني كنت أعتبره قدير، لأنه الحقيقة رجل يعني بحسب يعني رجل متزن وقارئ، ويعني تعرف على التلفزيون من خلال الام بي سي، ثم بعد ذلك صار حلو في عيون التلفزة المصرية أو القنوات المصرية سواء الرسمي أو الغير رسمي، وهو الأستاذ محمود سعد. أنا الحقيقة شفت مقدمة المقطع، أنا قلت يعني في شيء معلومة خطيرة ضايقت محمود سعد، خلونا نشوفها. أنا الحقيقة أبغى كل إعلامي مهني صادق واعي سواء كان مصري أو سعودي يعني يحاول يعطيني تحليل لهذا الانفعال في هذا المقطع. راح نشوف المقطع ثم نعود بعد ذلك للتعليق والنقاش. خلونا نشوف هذا المقطع لمحمود سعد. رحم الله جمال عبد النصر. يمكن تسألوني ليه بترحم على جمال عبد الناصر دلوقتي، يمكن لما هتشوفوا الأخبار اللي هتتقال اللي أنا عمري ما هقولها هتتقال كده في التقرير، لأن احنا مضطرين نزيع الأخبار ونتابعها، إنما هنقولها لكم. وأظن كلكم هتترحموا على جمال عبد الناصر زي، لأن الكرامة فوق أي اعتبار، الكرامة فوق أي اعتبار. مش اتبعت الاخبار، بس لسه في خبر لسه ما يعني لسه حاصل من دقائق او من يعني تلت ساعه نص ساعه، ما قريناهوش، مش عارف هم هيحطوه على الشاشه، لان انا رفضت اقرا الحقيقه. مش ما يصحش من المذيع ان هو يرفض يقرا خبر مهما كان الخبر، لكن الخبر الحقيقه ما يتقريش بكل المعايير، ما يتقريش خالص، ما ينفعش ابقى انا مظلوم واعمل اللي هتشوفوه الوقت ده، ما ينفعش. هو الخبر في ايدي اهو، زمايلي انتوا بتكتبوه على المكنه؟ بتكتبوه على ايه؟ الخبر فين؟ مكتوب في العمود اللي تحت ده، مكتوب. انا مش حار الخبر، انتوا بقى بس كده. الخبر التاني بقى، الحكومة كذا 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 زي ما انت شايفين. وبعدين في خبر تاني بقى رد عليه، بصوا الرد عليه كمان، يعني الحقيقة مش عارف اقول له ايه الحقيقة. فين الرد؟ وهذا هو الرد، وهكذا جاء الرد. يعني الحكومة المصرية تصرفت التصرف اللي انتوا شايفينه، ومنتظرين لما طيب تشوفنا هذا المقطع.
طيب انا بس الحقيقه هذه الزفرات والتأوه والآهات الحقيقه اللي ما لها يعني اي معنى الا انه محاوله تهويل الموضوع. اليوم احنا نتكلم بشكل مهني، لما محمود سعد او غير محمود سعد يتحدث على انه الموضوع الجزاوي فيه موضوع سياسي وقضائي، وفيه بسبب انه قبل سنه صدر فيه حكم بالاعتداء على الذات الملكيه. انا احب اقول وانا الحقيقه يعني ادرك هذا الشيء، ولكني سألت فيه أكثر وأكثر حتى أتبين، لا يوجد في المملكة العربية السعودية حكم اسمه سب الذات الملكية أبدا أبدا أبدا. وأساسا يعني لو كان موجود أو كان في أحد من الساسة نفترض جدلا يرغب في ذلك، أول من سيقف في, في, في وجهه هي هيئة كبار العلماء والمنهج الديني في المملكة العربية السعودية، لأنهم يرفضون تأليه أي أحد ويرفضون هذه المواضيع كلها. وأيضا الملك عبد الله بن عبد العزيز رجل يقول أمتع الألقاب عندي خادم الحرمين الشريفين، يقول أفضل شيء عندنا في المملكة العربية السعودية هو نخدم حجاج بيت الله الحرام وزوار بيت الله الحرام، يعني رجل يستمتع بذلك. يعني فما ليس من المنطق يا أخي يا محمود سعد، حتى أمير القلوب والله الملك عبد الله قالها لأمراء سعوديين في مجلسه في شيء للإعلام وشيء ليس للإعلام، قال حتى أمير القلوب ملك القلوب لا تقولون ملك القلوب. وأنت يا محمود عندك أصدقاء سواء من الساسة ومن الأمراء من رجال الأعمال من قادة الفكر والرأي، واسأل وتبين وستعلم بذلك. اليوم الحقيقة هذا الموضوع أنه في شبه انتهى، هذا رجل جاء من مصر، يمكن أحد غرر فيه، يمكن هو شبكة واليوم ظهرت في صحيفة الوطن أعلنوها مجموعة مصريين وسعوديين مهربين. يا أخي هذا مهرب، وبعدين لقيوا معاه كله واعترف وموثق. أما ما زوجته أنها تقول ما طبيعي، أي زوجة ما راح تقول شو اسمه مسكوا زوجي وهم مخدرات، لازم تتبنى الدفاع لآخر لحظة. بسألت أنه قبل الكوانتر لا ختم على جوازه ودخل بعد ذلك. وبعدين على فكرة ترى يعني في كلاب بوليسية تفتش قبل حتى لا تدخل أنت الكوانتر، يعني حتى قاعد أفترض جدلا معك كل الأمور. أمر ثالث ومهم الحقيقة، في مغردين مصريين يقول لك معقول، أو بالمصري يقول لك معقول ما اكتشفوها في مطار القاهرة واكتشفوها مطار جدة. يعني طيب يعني أنت تقول هذه الشوفينية، يعني ما شاء الله مطار القاهرة، يعني أنت بصمت أنه أحسن أنه هو الأفضل؟ طب ما المملكة العربية السعودية يفد إليها من كل يعني دول العالم، وبالتالي تطور حراساتها ومراقبتها وأدائها كما تفعل مصر أيضا حكم أنها بلد سياحي. وانا وعلى فكره ترى الناس اللي يقولون زي كذا انا متاكد لا زال لا مطال مصر ولا السعوديه، بس عاد حكي فاضي. ارجع لمحمود سعد. اليوم انت تتحدث عن هذا الموضوع، انا اخذ محمود سعد نموذج، لان محمود سعد انا والله العظيم بقول لكم شيء بينكم، وانا يا ليت انه سمح لي صديق عزيز اليوم كنت افكر اني اذكر محمود سعد فيه، ولكن كلمني مصادفه لموضوع اخر، فقلت سبحان الله متذكرك اليوم لاني عندي في اهلها كنت بجيب طريق على الموضوع، يعني أنا ما أقدر للأسف لأنه أمني. فقال أرجوك لا تأتي باسمي ولا أي شيء. هذا الرجل يعني إعلامي سعودي له الحقيقة فضل على محمود سعد، ولا لما أقول فضل بمعنى أنه تحمل محمود سعد في مرات كثيرة، وكنت أنا في تلك الفترات أقول له يا أخي ليش محمود سعد باقي أشوفه موجود على مثلا ترويسة أو على جنريك عشان أموه الموضوع شوي. فقال أنا لا أشعر بالسعادة إلا إذا كان محمود معي، حتى لو نعمل سيعود مرة أخرى، بركة محمود عندي بالدنيا إذا جاز التعبير يعني بهذا المعنى. هذا يا أخي يا محمود إذا ما تذكرت أي شيء آخر، أنا ما بقول لك إنه معناته إنك اشتغلت في قنوات سعودية إنك أنت لما بلدك يصير في مشكلة ما تدافع عن بلدك، أنا ما أقول لك كذا. أنا أقول تذكر هذا الرجل وتذكر أنه يمثل طيبة سعودية كبيرة ويمثل مهنية كبيرة. من أجل هذا الرجل فقط حاول أن تتبين واتصل واسأل، لا تأخذ الأمور يعني على هوى الشارع، لا يليق بك ولا يليق لا بمصر ولا بشعبها ذلك. لا يليق أن يتحول الإعلام المصري إلى هذه الحالة الغوغائية، إلى حالة الردح الإعلامي بين هلالين إذا جاز التعبير، لا يجوز ولا يليق. عموما أنا أحب أتذكر محمود سعد أول ما شم رائحة التلفاز كان على شاشة الام بي سي، ثم بعد ذلك أصبح جميلا ورائعا في عيون القنوات المصرية سواء القطاع الحكومي
على أيام مبارك اللي كان محمود سعد يعمل، وكان يعني عمل لقاء مع علاء والحياة جميلة، وكان يقول مشاكل في الناس الرئيس وضعه كويس. بعد ذلك تبدل الحال وأصبح ثورجيا بين ليلة وضحاها، وعلى فكرة المصريين يعرفون أكثر مني، أنا ما أبغى أتدخل بالشأن المصري. مع ذلك أنت حر، يمكن في ظروف سياسية، يمكن لو كنا مكانك سوينا زي نفس الشيء إلى آخره، ولكن اليوم ليس من حقك ولا من حق غيرك أن يتطفل أو يتطاول على المملكة العربية السعودية بدون وجه حق. والله العظيم لو كان لديك يعني أي قانون أو مستند أو حق مهني في هذه التأوهات والترحم وهذا التباكي، ما تقدر تقرأ أنه مصر اعتذرت للسعودية بعد أن هجمت السفارة السعودية؟ يعني زيادة شوية. ما تقدر تقرأ أنه الملك قال سننظر في، طبعا الملك قال إيش تبغى يعني يسوي حفلة لما بينظر في الأمر، لأنه اعتدي على سفارة المملكة وعلى قنصلياتها وعلى ويمكن على بعض أفراد شعبها الموجودين هناك. يعني لازم ينظر ويبحث مع السفير ويشوف المسألة راح تزيد، أنتوا حالة هذا الرد ستستمر ولا لا يتبين. عموما أنا لا بقول، أنا أكون لكل مصري ومصرية التقدير والاحترام والإجلال، وأنا أعرف جيدا أنه ما حدث لا يرضي المصريين العقلاء للناس ولا بعض زملائنا الإعلاميين اللي موجودين في الوسط الإعلامي المصري وغير المصري. أنا حبيت بس نشوف النماذج كيف تتبدل وكيف تحاول أنها تخطف حدث يعني بدون أدلة من أجل أن تصبح يعني نجم يعني من نجوم المرحلة ومن نجوم البلد، أو يمكن تسدد فاتورة معينة وتحاول تثبت للشعب أنها هي يعني تعاني وتهتم. أحد الإخوان الحقيقي قال فعلا الله يرحم جمال عبد الناصر، ما كان أحد يقدر يفتح فمه ولا يعبر ولا يقدر يقول شيء في ذاك الوقت. أنا كنت كل التقدير لكل التاريخ المصري بكل ما فيه من رؤساء يعني قبل ثورة يوليو وبعدها وبعد الثورة هذه، لأن الحقيقة ننظر لمصر ككيان، أما كل ما سيحدث فيها مستقبلا فهذا شأن مصري. أنا حبيت الحقيقة، أنا ما أحب أكون أنفعل، ولكن حبيت أوريكم أيضا نموذج آخر كنت الحقيقة يعني أعتبره من العقلاء، ولكن يبدو أن العقل غاب هنا. إن شاء الله يعود إليه عقله ورشده ومهنيته يوما ما. وعلى فكرة ترى ربعنا في ملاك القنوات ترى طيبين كثير خصوصا مع المصريين، فعسى إن شاء الله يعني يعودون إلى رشدهم. فاصل ونعود لكم بعد أقل.